حين تلقى القبطان جريلو تعليماته بأن يأخذ قارب المدفعية الخاص به ويتجه إلى باداما على ذراع باتيمو من نهر جوارا مديما ليساعد السكان هناك في مكافحة وباء النمل. حين تلقى هذه التعليمات شك في أن السلطات تسخر منه. كانت ترقياته استثنائية معتمدة على نفوذ سيدة برازيلية مرموقة وقعت في غرام عينيه الساحرتين. وقد كثرت التعليقات غير المهذبة من حوله، وأحس أنه مقبل على المزيد من المشاكل. كان مفهومه للإتيكيت والنظام مفهوما برتغاليا صميما، ولم يفتح قلبه إلا لهنرويد المهندس الإنجليزي الذي يعمل على القارب وعلى سبيل التدريب على الإنجليزية لدى القبطان، خاصة أنه لم يستطع قط إجادة نطق حرفي الزاي والذال. قال للمهندس: واضح أنهم يحاولون تسفيهي. ماذا بوسع الإنسان أن يفعل مع النمل؟ إنها تجيء وتذهب. قال هنرويد: يقال إن هذه لا تذهب، هذا الشاب الذي تسميه سامبو. سامبو هو نوع من الدم الخليط. هذا الشاب يقول إن الناس يرحلون. دخن القبطان غليونه في تململ وقال: هذه الأشياء تحدث دائما، هناك وباء من النمل الذي يحمل أوراق الشجر في ترينداد. وماذا في ذلك؟ أحيانا يهاجم النمل منزلك، نمل محارب، عندئذ تترك المنزل لهم لينظفوه، ثم تعود لمنزلك لتجد كل شيء نظيفا، لا صراصير، لا فئران، لا براغيث. يقول هذا الشاب سامبو إن هذا النمل مختلف. هز القبطان كتفيه وواصل التدخين، وبعد قليل تساءل: عزيزي هنرويد، ماذا عساي فاعلا مع هذا النمل الشيطاني؟ وعند الظهر ارتدى ثيابه كاملة ونزل إلى الشاطئ، ثم جاءت صناديق عدة إلى ظهر القارب ومعها عاد هو. كانت 6 أيام قد مرت عليهم في نهر الأمازون على بعد مئات الأميال من المحيط. ماء النهر يجري طيلة الوقت مليئا بالقاذورات والتماسيح والطيور الحائمة، والنهر لا ينضب أبدا من جذوع الأشجار. وفي المساء جلس هنرويد يرقب مدينة المقوير بكنيستها العتيقة وبيوتها كأنها شيء صغير ضالع في وحشية الطبيعة، كأنها قطعة عملة في الصحراء. كان شابا حديث السن، وتلك أول مرة يرى فيها المنطقة الاستوائية. لقد جاء من إنجلترا حيث تم إخضاع الطبيعة لقهر الحضارة ليكتشف هنا فجأة وهن الإنسان. لمدة 6 أيام ظلوا يبحرون في النهر، حيث الإنسان نادر كفراشة غريبة، ربما رأيت قاربا بدائيا اليوم ثم محطة بعيدة بعد يومين. إن الإنسان لحيوان نادر لا يملك أي سيطرة على عالمه، ولا تكاد تراه في هذه الأصقاع. بعد يومين نزل إلى باتيمو مع قائده. كان الأول عاكفا على تعلم الأسبانية، لكنه ما زال في مرحلة الفعل المضارع وإلغاء الضمائر. ولم يكن هناك من يتكلم بعض الإنجليزية إلا بحار زنجي، وكان يستخدمها بطريقة خاطئة تماما. كان هناك رجل برتغالي يدعى داكونا يتحدث الفرنسية، لكنها فرنسية مختلفة عن تلك التي تعلمها هنرويد في ساوثبورت، ولذا اقتصرت محادثتهم على التحيات وحديث الطقس. وككل شيء في هذا العالم لم يكن الطقس مرحبا ببني البشر. كان حارا في النهار، حارا في الليل، وحتى الريح الحارة تحمل رائحة النباتات المتحللة والتمسيح والطيور والذباب والنمل والخنافس والثعابين. وبدت القرود كأنما تتساءل عن سبب مجيء الإنسان إلى هذا المناخ الذي لا تحمل شمسه بهجة ولا يحمل ظلامه ترطيبا. ارتداء ثيابك لا يطاق، بينما انتزاعها معناه أن تمنح البعوض هدية لا تعوض. البقاء في جوف القارب يعني الاختناق، بينما الصعود إلى ظهره يعني أن يعميك الوهج الشمسي. وللأسف غدا القبطان الذي كان سلوى هنرويد
مثيرا للسأم إلى حد لا يوصف كلما حكى غرامياته، سلسلة لا تنتهي من النساء كحبات الخرز في عقد. أحيانا كان يغادران القارب ليحضر حفلات صاخبة ويرقص مع فتيات الكاريولي اللواتي وجدنا في لغة هنرويد الأسبانية الخالية من الضمائر والفعل الماضي ما يكفي لأغراضهن. كانت هذه لحظة عابرة في رحلة القارب المضنية، لكن جيريلو بدأ يتعلم أكثر فأكثر عن النمل خلال هذه الرحلة، وقال لصديقه بلهجته المهشمة: هو نوع جديد من النمل، لا بد لنا أن نكون، ماذا تسمونه؟ علماء حشرات؟ خمس سنتيمترات في الطول، يا للسخف، لكنه يأكل البلد كلها. وقرع على ركبتيه وأضاف: أولئك القوم في المرقص، لقد هربوا من هناك، فقدوا كل ما يملكونه. النمل زار بيوتهم بعد الظهر، الكل جرى، لو بقيت لأكلك النمل. أترى؟ حاول أحدهم أن يعود لداره ليرى هل رحل النمل، لكن النمل كان ينتظره. هل هاجمه؟ أعضه، خرج من داره يصرخ ويرقد إلى النهر. أترى؟ في المساء يموت، كأنما لدغه ثعبان. هل تعني أن النمل كان ساما؟ هذا القبطان كتفيه. من يدري، حين دخلت الخدمة دخلتها لأحارب رجالا، لا هذه الأشياء. هذا النمل يأتي ويذهب، هذا ليس عملي. وفي الأيام التالية بدأ هنرويد الذي تحسنت لغته نوعا يسمع هذه اللفظة أكثر فأكثر: صوبيا، وعرف أنها تحكم هذا العالم، إذن فهذه اللفظة تعني النمل. لقد بدأ التوتر يغزو النفوس، كف القبطان عن حكاياته المملة. أما الملازم البرتغالي فراح يحكي لهنرويد عن النمل وعن الشغالات اللواتي يعملن ويحاربن والملكة التي تحكم وعن المحاربات اللواتي يصعدن إلى العنق ليجرحن ويدمين. حكى له كيف يقطع النمل أوراق الشجر وكيف رأى أعشاشا له في كاراكاس يبلغ تسعها 100 ياردة. ثم دارت مناقشة حامية بين الرجال الثلاثة حول ما إذا كانت للنمل عينان. قرر هنرويد بعد يومين أن يحسمها بالنزول إلى الساحل ليصطاد نملة، وعاد بأنواع كثيرة من النمل، بعضها له عينان واضحتان وبعضها بدونها. عندئذ راحت المناقشة تدور حول هل النمل يلدغ أم يعض. قال القبطان: له عينان كبيرتان، إنه يزحف إلى الأركان ليراقب ما تفعله. وهل يلدغ؟ نعم، ولدغته سامة. ثم أضاف متأملا: هذا النمل إنه يأتي ويذهب، ماذا في وسع الإنسان عمله؟ عند تمندو يمتد ساحل طويل على 80 ميلا. رسى قارب المدفعية بنيامين كونستانت في ظل الأشجار، وعلى ظهره جلس القبطان وهنرويد يدخنان ويستمتعان بالهواء الرطيب الذي يشعران به للمرة الأولى منذ أيام. كان مخ جيريلو مليئا بالنمل، لذا تمدد فوق سطح القارب، وكان آخر ما قاله في يأس هو: ماذا أفعل مع النمل؟ هذا سخف. بقى هنرويد يحك معصميه ويتأمل. نقل عينيه إلى ضفة النهر، حيث الغابة بغموضها تثيرها من حين لآخر ذبابة مضيئة، ويدوي في جوها صوت نشاطات غامضة تجري بها. كان يعرف أن السماء خالية من البشر، مساحة شاسعة من الخواء، يعرف أن المحيط هائل غير قابل للترويد، لكنه في إنجلترا تعلم أن البر هو ملك خاص للإنسان. حتى في أطلس الجغرافيا كان يرى البر ملونا كأنما يؤكد حق الإنسان فيه على النقيض من لون البحر الأزرق المستقل الممتد. وكان يؤمن وقتها أن يد الإنسان ستمتد بالزراعة والمحاريس والضوء الكهربائي والطرق والترام إلى كل بقعة في هذه الأرض، لكنه الآن يشك في هذا. هذه الغابة بلا نهاية، ومن المؤكد أنها لا تقهر، وليس الإنسان سوى متطفل أحمق عليها. إنها من حق الزواحف والطيور والحشرات التي تعيش فيها كأنما في دارها.
بينما الإنسان عليه أن يقاوم الأشجار المتشابكة والوحوش، ويقع فريسة للثعابين والضوار والحمى. ثمة أماكن يدعونها كاسة، ليس من حق الإنسان أن يدخلها أبدا، والسادة الحقيقيون هنا هم البوما والجاغوار. لقد استطاع الإنسان عبر آلاف السنين أن يعبر من البربرية إلى التحضر، حتى شعر أنه سيد الأرض. لكن ما الذي منع النمل من الشيء ذاته؟ إن النمل يملك لغة وذكاء، فلماذا يتوقف عند عصور البربرية إذا كان الإنسان لم يتوقف؟ كانت الغابة باردة، وحول المصباح المعلق كانت حشرة ما تئز باستمرار. وتحرك القبطان في الظلام وتنهد، ماذا بوسعي أن أفعل؟ وعاد إلى النوم. فخرج هنرويد من دوامة تأملاته. في الصباح التالي عرف هنرويد أنهم على بعد 40 ميلا من باداما، وازداد اهتمامه بضفة النهر. كلما سنحت فرصة كان يغادر المكان ليتفقد الموجودات. لم يرى علامة تشير إلى وجود البشر سوى القبة الخضراء لدير موجو المهجور، والذي سكنت الزواحف العملاقة فيه. وفي المساء حلقت أسراب من فراشات صفراء غامضة لها أجنحة شفافة. وعند الظهر وجدوا السفينة كوبرتا. لم تبدو في البداية كسفينة، كانت أشرعتها تتدلى مرتخية في صمت الظهيرة، وثم تشبح رجل جالس جوار الدفة، وكان هناك رجل آخر نائم على عرق خشبي في منتصف القارب، نائما على وجهه، لكن كان واضحا من الطريقة التي تسبح بها الكوبرتا حتى كادت تصطدم بهم أن شيئا ما ليس على ما يرام. مسح جيريلو سطحها بمنظار الميدان، وازداد اهتماما بالظلام الذي يكسو وجه الرجل الجالس. رجل أحمر الوجه بدون أنف، منحن أكثر منه جالسا. كلما نظر إليه القبطان أكثر، كلما أراد أن يراه، وكلما عجز عن إبعاد المنظار عنه. نهض ليحيي كوبرتا، حياها مرتين، لكنها مرت به مبتعدة، فما إن صارت بجوارهم حتى تهاوى جسد الرجل المنحني. كأنما تخلت عنه مفاصله فجأة، سقطت قبعته عنه، ولم يكن وجهه من الأشياء التي تسر الناظرين. أطلق القبطان صبة، وصاح في هنرويد، ماذا؟ هل رأيت هذا؟ إنه ميت، أرى أن ترسل من يصعد للسطح، ثمة شيء ما خطأ. هل رأيت وجهه؟ كيف يبدو؟ كان لا أجد كلمات. ثم أدار ظهره وراح يصدر تعليمات صارمة للرجال، وعلى الفور تم إنزال مركب صغير به الملازم داكونا وثلاثة ملاحين. وتحرك المركب قاصدا الكوبرتا ليصعد الرجال إلى سطحها. واستطاع هنرويد من مكانه أن يدرك أن طاقم السفينة لم يكن سوى هذين الرجلين. لم يرى وجهيهما، لكنه رأى أيديهما الممدودة بما عليها من لحم متآكل، كأنما خضع لعملية تحلل غير مألوفة. وحين دقق البصر أكثر رأى أن هناك بقعا سوداء متحركة في منتصف القارب، كلها تتحرك في اتجاهات مبتعدة عن الرجلين، كأنها جماهير تنصرف بعد مشاهدة مصارعة الثيران. كابتن، هل قمت بتوجيه منظارك إلى هذا الصاري؟ ناوله جيريلو المنظار وغمغم بشيء ما. بعد هنيهة من الفحص صاح الإنجليزي، إنه النمل، إنه النمل. وعاد المنظار لقبطانه، وهنا ظهر رأس الملازم داكونا من على جانب السفينة، فصاح القبطان به، اصعد إلى ظهرها. قال الملازم إنه لا يستطيع لأن المكان مليء بالنمل. إن حذاؤك ذو رقبة. حاول الملازم تغيير الموضوع فتساءل، كيف هلك هذان؟ انطلق القبطان يزأر بسباب برتغالي معقد جدا، ودار الشجار بين الرجلين في حين تناول هنرويد المنظار وعاود تأمل النمل. لقد وصفه لي بدقة شديدة فيما بعد. قال إنه كبير جدا، أسود اللون، يتحرك بتصميم يختلف عن الهرج الذي للنمل العادي، وكان بعضه يقف على قدميه الخلفيتين كأنما تعلم الاستفادة من قدميه الأماميتين. وضع المنظار بحدة،
وقد تبين أن الحوار بين القبطان وجنديه قد صار حرجا. هتف القبطان: هذا واجبك، يجب أن تصعد. وبدأ أن الملازم على شفا العصيان الصريح. قال هنرويد بالإنجليزية: أعتقد أن هذين الرجلين قتلهما النمل. لكن القبطان لم يرد، ووصل الصراخ في ضابطه المذعور: أمرك أن تصعد، ولو لم تفعل سأعتبره تمردا، تمردا وجبنا. سأضعك في الأصفاد، وسيطلق عليك الرصاص ككلب. كان يسب ويلعن ويضرب في الهواء بقبضته، بينما الملازم يرمقه شاحبا صامتا. أفراد الطاقم ينظرون لهما ذاهلين. وفجأة اتخذ الملازم قراره وصعد إلى سطح كوبرتا وساد الصمت، على حين رأى هنرويد النمل يتراجع مبتعدا عن حذاء داكونا. اتجه البرتغالي نحو الرجل الممدد على وجهه، وبتردد قلبه على ظهره. اندفع سرب من النمل من جسد الرجل، فتراجع داكونا للوراء وركل الأرض مرة أو اثنتين. رأى هنرويد النمل حول قدمي الملازم يقوم بما لم يرى نملا يقوم به من قبل. كان ينظر إلى الدخيل كأن حشدا من الناس يرمق عملاقا يقف بينهم. ماذا عنك؟ صاح القبطان في ملازمه، فمشى هذا بضع خطوات ثم راح يفسر ما يراه بالبرتغالية، ثم توقف وركل شيئا بقدمه، ثم هرع إلى جانب المركب. توقف، عاد يمشي نحو الرجل الآخر، أصدر أنة عالية، ثم مشى نحو القمرة. عاد يتحدث مع قبطانه. كلا الرجلين مهذب، متمالك نفسه بعد كل الصراخ والإهانات السابقة، ولم يفهمه نرويد سوى أشلاء من الحوار. استعمل منظار الميدان ليفاجأ بأن النمل قد رحل عن أجزاء السطح. نظر نحو الظلال تحت السطح، وخطر لها أنها ملأ بعيون تراقبه، وتقرر أن يقوم الرجال بربط الكوبرتا لجرها خلف بنيامين، فقد كانت تعج بالنمل حيث يصعب أن يقودها أحد. وبمنظاره المقرب بدأ يشعر بأن هناك نشاطا أكثر من اللازم يجري فوق الكوبرتا. كان هناك نمل عملاق طول الواحدة بوصتان يتحرك من نقطة مظلمة إلى أخرى. بعضه كان يتدارى تحت ثياب الموتى، وبعضه يحتشد في شكل سرب على جانب القارب الذي سيمشي عليه داكونا حتما. لم يرى النمل ينقض على الملازم، لكنه لم يشك في أنه فعل ذلك. فجأة إذا بالملازم يصرخ ويلعن ويضرب قدميه: لقد لدغت، قالها وهو ينظر نظرة بقط واتهام نحو جيريلو، ثم سقط على الجانب ليسقط في قاربه، ثم يتدحرج إلى الماء حتى سمع هنرويد صوت ارتطامه به. جذبه الرجال الثلاثة إلى ظهر القارب، وفي نفس الليلة قضى نحبه. خرج هنرويد والقبطان من القمرة التي رقد بها الجسد المنتفخ للملازم، ووقف عند مؤخرة السفينة يرمقان المركب التي تجرها سفينتهم. كانت أنسية حالكة السواد. بدت الكوبرتا مثلثا مظلما يتأرجح في الماء ويهتز شراعها. كان عقل جيريلو يفكر في الأشياء غير الطيبة التي قالها الملازم في سكرات الموت في أثناء الحمى الأخيرة التي أصابته. يقول إنها قتلته، هذا سخف، كان لابد أن يصعد أحد إلى ظهر السفينة. إلى متى سنفر من هذه النملات اللعينة كلما رأيناها؟ لم يقل هنرويد شيئا، كان يفكر في هجوم منظم لأشياء سوداء فوق سطح سفينة تغمره الشمس. كان هذا هو مكانه، مات وهو يؤدي واجبه، فمما يشكو؟ لقد جن المسكين، لم يعد بكامل عقله، لقد نفخه السم. وعاد الصمت الطويل. سنحرق هذا القارب ونغرقه. وبعدها ضايق التساؤل القبطان، فرفع كتفيه ولوح بذراعيه: ماذا يفعل المرء غير هذا؟ ماذا بوسعي أن أفعل؟ كان الغضب قد بدأ يغزو صوته وأردف: على كل حال سأحرق كل نملة في هذه السفينة، سأحرقها حية. لم يرد هنرويد، كان يصغي لصوت القرود على الشاطئ. واستعاد القبطان نشاطه وحماسه، وأزمع أن يحرق الكوبرتا دون إبطاء،
وعلى الفور تم قطع الحبل الذي يجرها وسكبوا الكيروسين عليها، وسرعان ما راحت السفينة تتوهج وتفرقع في الليل الاستوائي غير المتناهي، وبدت الأشجار في صورة السيلويت خلف اللهيب المتعالي. لم يستطع هونرويد أن يحب هذا المشهد، لكن ماذا كان بوسع الكوبيتاني أن يعمل؟ ازداد هذا السؤال قوة في الغد حتى وصل القارب إلى باداما. كان المكان في حر الصباح خاليا من أي علامة على بشر أحياء، بمنازله المسقوفة ومعصرة القصب التي سكنتها الزواحف. لقد رحل القوم جميعا، لكننا سنفعل شيئا، سنصدر جلبة. بعد هذا غرق القبطان في أسوأ نوبات التشكك وقال للإنجليزي: ثمة شيء واحد يمكن عمله، سنصدر جلبة. وتم تنفيذ أوامره حرفيا. بعدها راح القبطان يمشي على ظهر القارب وهو يشير بيديه، بدا وكأن هناك من يشغل عقله، وفتات كلمات على شفتيه، واستطاع هونرويد أن يميز شيئا ما عن الذخيرة وسط كلامه. ثم عاد القبطان إلى الإنجليزية: يا عزيزي هونرويد، ماذا عساي فاعلا؟ استقل قاربا صغيرا وأخذ معهما منظار الميدان واقترب من المكان. كانت هناك أسراب كبيرة ثبتت على وضع واحد كأنما تراقبهم. حاول جيريلو أن يطلق بعض طلقات دون جدوى، وصار الرجلان فوق رصيف الميناء، فوجد هيكلا بشريا مدثرا بثياب حول خصره، وقد بدت عظامه نظيفة لامعة. ساد الصمت هنيها، ثم قال جيريلو فجأة: يجب أن أضع حياة كل هؤلاء في اعتباري. وقد فهم هونرويد أن القبطان يتحدث عن الخليط غير السائغ من الأجناس الذين يشكلون طاقم القارب. لو أرسلت حملة للبر فهذا مستحيل، كلهم يتسممون وينتفخون ويسبونني ثم يموتون. مستحيل، لو رسونا فسأنزل البر وحدي مرتديا حذاء ذا رقبة، لا أدري. وعاد يجدفان ويرمقان الهيكل الأبيض النظيف من زوايا عدة، ثم عاد إلى القارب وراح المحرك البخاري يهدر، وعند الغروب عاد ليرسو. لقد صار تردد جيريلو مروعا، كان المساء رطيبا ونام الجميع على السطح. وعند الفجر أيقظ القبطان هونرويد فصاح هذا في رعب: رباه، ماذا حدث؟ لقد قررت. جلس هونرويد وتساءل: ماذا؟ أن تنزل البر؟ كلا، لقد قررت ولا رجعة في قراري، قالها القبطان في تحفظ وراح يرددها. فلم يطق هونرويد صبرا وسأله عما ينتويه: سأطلق المدفع الكبير. ولقد فعل هذا، الله وحده يعلم ما جال بفكر النمل وقتها، لكن الرجل أطلق المدفع مرتين في احتفالية عظيمة وأصاب الطاقم الطنين في آذانهم، لكن كان هناك جو عام من الإحساس بأنهم يفعلون أخيرا شيئا ما. هدمت القذائف معصرة القصب أولا، ثم هدمت المتجر المهجور وراءه. بعد هذا صاح القبطان وقد أدرك سخف فكرته: هذا لا يصلح، يجب أن نعود أدراجنا من أجل التعليمات، سيوبخونني كثيرا على هذه الذخيرة، كثيرا، سيوبخونني كثيرا، أنت لا تعرف هذا يا هونرويد. وراح يرمق الكون بحيرة لا نهاية لها. وفي المساء هبطت مجموعة إلى البر لتواري جسد الملازم التراب في بقعة لم يجدها النمل بعد. منذ 3 أسابيع لا أكثر سمعت هذه القصة مجزأة من فم هونرويد ذاته. وعاد الرجل إلى إنجلترا بفكرة أثارت هلع الناس قبل فوات الأوان. قال إن النمل يهدد غينيا البريطانية، وإنه على مكتب المستعمرات أن يتحرك سريعا. هذا النمل ذكي، فقد فكروا في معنى هذا. بالفعل هذا النمل خطر، ولقد أعلنت الحكومة البرازيلية عن 5000 جنيه مكافأة لمن يجد طريقة فعالة لاستئصاله. لقد أحرز النمل انتصارات مروعة، لقد احتل كل الشاطئ الجنوبي لنهر باتيمو على امتداد 60 ميلا، وفر الناس من هناك
واحتل النمل المزروعات وهاجم قاربين على الأقل، ويقال إنه وصل إلى ذراع كابورانا وكاد يبلغ الأمازون. ومن المؤكد أن هذا النمل يتمتع بتنظيم اجتماعي متميز، وخطره الأساسي يكمن في استعماله للسم ضد خصومه الأكبر. ويبدو أن هذا السم يماثل سم الثعابين، وأن الأفراد الأكبر حجما يحملون بلورات هذا السم على ظهورهم. وللأسف لم يتمكن مراقب لهذا النمل من أن ينجو بعد المقابلة إلا في حالات نادرة كحالة هونرويد. وتثير هذه القصص خيالنا نحن الشماليين، لأننا لم نعتد شيئا مثل ما حدث في ريو دي جانيرو عام 1841، حين شق النمل نفقا عرضه كعرض نهر التيمز. إن عمل النمل حتى الآن يتلخص في قتل أو طرد كل بشري في نطاق سكناه، ويؤمن هونرويد أن النمل سيطرد الإنسان من كل أمريكا الجنوبية الاستوائية. وفي عام 1911 أو نحو ذلك، إذا استمر بهذا المعدل سيصل إلى طريق كابوران الحديدي، وفي عام 1920 سيصل إلى الأمازون. واعتقد أنه سيكتشف أوروبا عام 1950 أو 1960 على الأكثر. إتش جي ويلز، ديسمبر عام 1905. تمت بحمد الله.